شايفني بالإبرة يعني. نعمل الفوطة الخضراء بعد إذن حضرتك نفتح في دي شوية. أيوة بس ستوب وبعدين اجيب لك الشاشة. اي بي ارفع البتاع بتاعك ده ونرجع ارفعه يا محمد. صورتها انا هبتدي اظبط الجهاز هات عليا بس كده ستوب عشان هنبتدي نسأل. انت قال لي يا جماعه انا صادق في تعبيري ولا ازايد في هذا التعليم تمام ووشي ضبوع اني اتكلم بمنتهى الصدق اللي في بالي. هات رجله الاول ما تعرف واخد ليا في اني انا اقول نطقت. ايوه هي دي صح كده. انا واخد هات وشه بقى هات وشه هات وشه كده. انا واخد ليا في هذا الامر لعلك جهاز سبب في كل ما نشاهد هذا الفيلم ان اكون صادق معاه. نبقى نشوف مش مشكله. هات هو الاول النيدل كده محطوطه بعدين احنا بناخد ال عارف ان ده واخد الجهاز. طيب وش حضرتك اول وانا بتكلم معاه كده وهات وشه هو المهم وشه هو اهم وهات وهو بيضحك كده. انا مبتسم جدا لان انا مش حاسس حاليا بألم. شكرا جزيلا. شباب ايش شكلك؟ ايوه